يعني أكلنا شتوية ما حد أكلها. وضع المخيم هون ككل سيء من أسوأ ما يكون. لا حطب، لا مازوط، لا شيء، لا شيء. يعني ليك أنا خيام ما في. مشتري الحطبات شي ب60,000 لحتى عملت هالخيمة هاي. بالنسبة للوقود نحن ما فينا نحط وقود لأنه غالي علينا كتير. نطلع في جبال حوالينا، نطلع على هالجبل نقص حطب، أو إذا ما حد خلانا مثلا نقص حطب نشتري مشترى. يا هم الشيخ يا نحن ما عندنا فلوس أو نقود نجيب كاس لهالحطب إنه يشتغل، منجيب كنزة منها وكيس منها، يعني حالي بالتعيس. رحنا على الجبل يا بضربونا يا بيقوسوا علينا، يعني هاني كمان ما نضل، لا بنطلع لفوق ولا بننزل. هذه كل ساعة وكل وقت، سبحان الله والحمد لله.